عينه بالبلدان المجاوري اللي عنده شيء زايد يبيعوا الثاني عين صالحين غرق قبل اولف كل شواش. من يبدا الشتاء يبداوا يجوا القوافي، معناه ما يعطشوش لهم الغنم شهر مسافه، يجوا جايين هنا الغنم ويقدموا لهم الناس، يجوا لهذا العرق بعد هذا يبقوا يشوفوا اه القافله هو اللي يشوفوا، يجوا من هالجهه القافله، وكان وين يجوا من جهه قبلي اه جات القافله، جات القافله يهبطوا الناس من العرق يوصلوا للقافله، يتشاجروا معاهم يبيعوا ويشروا معاهم، يشروا الغنم الكباش واللحم اليابس والباعير، ويشروا على الناس البلاد يشروا عليهم كثر قوتهم يدوا التمر. تيت بين خيار البلدان جوهره والويز والالي، تزخر بلدة تيط بالعديد من تجليات فولكلور تاديكلت، إذ تعبر في احتفالياتها وأعيادها بكل ملامح الفولكلور من تراث وعادات وتقاليد بضروبها وأجناسها وأشكالها كافة، فسكانها يعكسون من خلاله ذائقتهم وأفراحهم. علاوة على رقصة بقايل، تتميز البلدة على ناظراتها برقصة تيندي، وتعني بلهجة التوارق المهراز الذي يستعمل في دق التمر. ألفت نسوة المنطقة إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف من خلال الالتقاء ليلا ابتداء من 15 صفر للتجليل والتهليل، وهو تقليد يطلق عليه اسم أقلال نسبة لآلة القلال أي الدف. لعبة تشكمت هي مباراة تجرى بين المتزوجين والعزاب في اليوم الثالث من عيد الأضحى، تستقطب كل أهالي منطقة أولف لطابعها التنافسي والفولكلوري، كونها تتبع برقصة إصارة التي هي مثال للإقدام والشجاعة. Oh.